أما من يعرض بوجهه عن السنة والتعاليم الدينية والعادات والتقاليد نتعامل معه بطرق أخرى، ولا نزاح في ذلك، إما أن يستجيب وإما أن نمنحه تذكرة سفر بدون عودة، سفر إلى العالم الآخر. ما دمتم تتحدثون عن ذلك، أنا شاهدت منذ فترة قصيرة لقطات فيديو كنتم تتحدثون فيها مع بعض الشباب الذين كانوا يرغبون في الانضمام إلى تنظيم داعش، أو كما تسمونه تنظيم الدولة الإبليسية. كيف تعاملتم وتحقق لكم ذلك؟ في واقع الأمر نحن اشتغلنا على ذلك فترة طويلة. في البداية ظهر لديهم أحد الأشخاص أطلق على نفسه الإمام، ومن هنا بدأنا عملية المتابعة والملاحقة، ومنحناهم فرصة لكي نعرف طريقة هذا الإمام المدعي في تجنيده هؤلاء الشباب، وبالفعل نجح في استقطاب 10 منهم، وحينها أيقنا بضرورة التدخل، فقمنا الشهر الماضي بالقبض على بعض منهم، وخاطبنا أسر الباقين حسب العادات والتقاليد الشيشانية لكي يقوموا بتسليمهم لنا، وبدأنا الحوار معهم، والبرهنة على أنهم يسيرون في الطريق الخطأ، استعنا في كل ذلك بالقرآن والسنة، إن هؤلاء الشباب لا يختلفون كثيرا عن الوهابيين والخوارج والسلفيين وكل من يقاتل تحت لواء ما نسميه الدولة الإبليسية، وهم جميعا